السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في الفيديو ده هرد على تحدي زكريا بطرس اللي تعودنا منه دايما على كلام مليان أكاذيب واستشهادات بأحاديث ضعيفة وموضوعة وتفسيرات غلط لنصوص القرآن الكريم. إنما المرة دي هو بيقول للمسلمين هاتولي الأكاذيب اللي بقولها وقولولي ذكرتها في أي حلقة بالظبط، ما يبقاش كلام كده وخلاص من غير دليل. أمامك في الموقع بتاعنا جميع الحلقات التي قدمتها على مدى 20 سنة، قل لي بالتحديد ما هي الأكاذيب التي ذكرتها في هذه الحلقة، حددها لي، مش كلام جزافا. طيب يا زكريا، احنا جاهزين لرد عليك بالأدلة، ومن احدى حلقاتك هنوضح أكاذيبك. هنشوف ازاي بتحاول تضلل جمهورك وازاي بتغير في المعاني. لو عايزين تشوفوا التوضيحات والدلائل وازاي زكريا بطرس بيحور على الناس، تابعونا للنهاية. من الغريب فعلا والعجيب كمان ان زكريا بطرس قال في احدى حلقاته ان الثالوث موجود في القرآن، وتحديدا في سورة النساء. آية في القرآن فيها الثالوث ده هي سورة النساء آية 171. سورة النساء آية 171. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أنت تتكلم جد؟ أوعى تتصدم. هقول لك، أيوة نعم، القرآن يشهد بالثالوث. إزاي ده الكلام ده بقى؟ زكريا بطرس بيحاول إقناع مشاهديه بعقيدة الثالوث من قرآن المسلمين. طيب إزاي الكلام ده بقى؟ سورة النساء آية 171 يقول لك إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. كلمة مين؟ كلمة الله. الهاء ضمير مفرد غائب مذكر متصل يعود على الله. وروح منه، ها برضه ضمير مفرد غائب متصل يعود على الله. يبقى كأن الله له كلمة وله روح، ويبقى المسيح هو كلمة الله وروح بشهادة القرآن. والله العظيم لو قالوا لأي رسام ارسم صورة الغباء من الخيال هتطلع صورة أمه. وبمنطق زكريا، الناس البسطاء من النصارى ممكن يفهموا ان عقيدة الثالوث اللي مش ممكن يقبلها اي عقل موجودة في قرآن المسلمين، لكن لو عرضنا لهم الآية اللي زكريا بطرس استشهد بيها كاملة وكمان الآيات اللي بعدها من غير قص او لزق، هيعرفوا الحقيقة ويكتشفوا ان الكلام اللي بيقوله ابوهم كله كذب وتدليس. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. يا أهل الكتاب، نداء موجه إلى أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الذين أنزل الله عليهم كتبا سماوية. لا تغلوا في دينكم، لا ناهية، وتغلو تعني تجاوز الحد أو الإفراط والمبالغة في الشيء، أي لا تتجاوزوا حدود الحق في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، تأكيد على ضرورة قول الحق فيما يتعلق بالله وعدم الافتراء عليه. فإلا تفيد الاستثناء، بمعنى أن الحديث عن الله يجب أن يكون وفقا للحقائق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، توضيح لمنزلة المسيح عيسى، فهو رسول من عند الله وليس إلها، إنما تفيد التخصيص.
وكلمته ألقاها إلى مريم. كلمته تعني أن عيسى وجد بكلمة الله، وألقاها تعني أرسلها أو منحها لمريم، دلالة على أن ولادته كانت بقدرة الله وروح منه، الإشارة إلى الروح القدس أو الروح التي أرسلت من عند الله، مما يدل على الطهر والإلهام. فآمنوا بالله ورسله، دعوة للإيمان بالله تعالى وبكل رسله، وجوب الإيمان بالأركان الأساسية للدين. ولا تقولوا ثلاثة، نهي عن القول بالتثليث، أي الاعتقاد بأن الله ثلاثة، الآب والابن والروح القدس. انتهوا خيرا لكم. تحذير وإرشاد بأن الامتناع عن هذا الاعتقاد هو خير لهم. إنما الله إله واحد، تأكيد على وحدانية الله التي هي من أعظم مبادئ الإيمان. سبحانه أن يكون له ولد، تنزيه لله عن الشرك ورفض لفكرة أن يكون له ولد مما يتعارض مع كماله. له ما في السماوات وما في الأرض، إشارة إلى ملكية الله المطلقة لكل ما في الكون. وكفى بالله وكيلا، تأكيد على أن الله هو الكافي والمسؤول عن شؤون خلقه، فهو الحافظ والمدبر. واضح جدا أن الآيات اللي سمعناها بتنفي الثالوث وبتدعو النصارى لعدم القول بالتثليث. زكريا بطرس بيستغل جهل النصارى بالقرآن علشان يزرع في دماغهم الأكاذيب اللي بيكرروها من غير ما يبحثوا. الآية بتوضح أن الله واحد، وبتحذرهم من الغلو في الدين والقول على الله بغير الحق. يعني مش معقول يكون في إله واحد ونقول عليه إنه ثلاثة. للأسف كتير من أتباع زكريا بطرس مش مهتمين بالبحث، وبيصدقوا كل كلمة قال من غير تفكير. ومن ناحية ثانية نلاقي إن النصارى ما عندهمش دليل واحد صريح على عقيدة الثالوث من كتابهم المقدس، وبيستدلوا على نصوص استنتاجية لإثبات الثالوث. نص التثليث في رسالة يوحنا الأولى حذفته معظم النسخ والتراجم العربية والعالمية، لأنه غير موجود في المخطوطات اليونانية قبل القرن الخامس عشر الميلادي، ولم يستشهد به أحد من آباء الكنيسة الأوائل، كما اعترف بتحريفه وإضافته عدد من الآباء المعاصرين كما جاء في العديد من نسخ الكتاب المقدس المختلفة. فالنص غير موجود في الترجمة العربية المشتركة التي شارك فيها الطوائف المسيحية الثلاثة كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت. والنص يقول: والذين يشهدونهم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. وتاني مرجع هو الترجمة اليسوعية رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الخامس عدد من 7-24، لأن الروح هو الحق والذين يشهدون ثلاثة، الروح والماء والدم. والمرجع الثالث ترجمة الحياة طبعة السويد: فإن هنالك ثلاثة شهود، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذن النص غير موجود في الكتاب المقدس، ولكن السؤال الأهم: لماذا أضافوه؟ الجواب باختصار: لتدعيم فكر لاهوتي، كما ذكر مرجع دائرة المعارف الكتابية الجزء الثالث صفحة 764 محرر دائرة المعارف الكتابية، وهم القس الدكتور صموئيل حبيب رئيس الطائفة الإنجليزية سابقا، والدكتور القس منيس عبد النور. وهذا المرجع يستشهد به الأرثوذكس ويدرس في الكليات الإكليريكية الخاصة بالأرثوذكس. وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر، ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية، وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. إزاي يقول إضافة غير مقصودة وفي نفس الوقت إضافة لتدعيم فكر لاهوتي؟ أكيد النص ده اتضاف عن عمد، فالنص اتضاف في القرن الخامس عشر لتدعيم فكر لاهوتي يا زكريا بطرس. لو أنت مش قادر تثبت الثالوث من كتابك اللي بتؤمن بيه وبتعتمد دايما على استنتاجات فاشلة، يبقى ليه تلجأ للقرآن لإثبات معتقدك؟ القرآن واضح وصريح في رفض التثليث وبيعتبره كفر صريح.
ودلوقتي تم إقامة الحجة عليك وتم الرد عليك لما قلت هاتولي الأكاذيب اللي بقولها وقولولي ذكرتها في أي حلقة بالظبط. وبما إن حبال الكذب قصيرة تم كشف تدليسك على النصارى البسطاء اللي مش بيبحثوا ورا كلامك ويتأكدوا من صحته. فيا ترى هيكون رد فعلك ايه لما تعرف اننا كسبنا التحدي وكشفنا كذبك وتدليسك ووضحنا بالادله والبراهين خداعك للنصارى؟ دوخيني يا ليمونه دوخيني يا ليمونه تعال فات فات فداله سبع لفات لا ابنك مجنون يا حاج وتعال فات فات وفداله سبع لفات. لا تنسوا الاشتراك في القناه والإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس الإشعارات حتى يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.